شكرا جزيلا للدكتور عبد الله زلطه، والشكر لكل الزميلات والطالبات المتواجدات من مختلف الكليات. دكتور عبد الله زلطه بيقول حاجه كويسه قوي، بيقول انه في بلد اخر من مصر كان مقام احمد فؤاد تمثال وهو يرفع شعله الحريه. اعتقد ان في تمثال تاني بس اتصنع واتنحت في قلوب الناس، وده مستمر ومهم وموجود في كل قلب مش في كل ميدان. فليتفضل الشاعر الاستاذ محمد البرعي في قصيده مهداه لاحمد فؤاد. الحلو من شقاوته سهاني وعضني، ولما جيت ادوقه شتمني وسبني، ودوني اعمل ايه؟ ما اقدرش اقسى عليه بوقوه وبيرازيني وبكاء بيهزني. الحلو عضني يا حبيبي بكره تعدي تسبني، لما تيجي لعندي راجع الحس النعل الكبير، ولما نار الشوق تشعور كتك وانا مش معاك تحكيكيني لحد عندي تعترف اني اتمدد. يا حبيبي بكره تعالى يا حبيبي، وعن تزوق الشوق اوضح او خفى او تزوق اني بلوعك او بطوعك قبل ما يحصل ما بينا اي حاجه تتكفى. يا حبيبي يدوب ما في بينا موده، هتلاقيني صار سليم وتلاقيني في كل مره بتقابلني بسمعك باغاني شاديه. وعبد الحليم يا حبيبي طول ما في بينا موده، هتلاقيني صار سليم وتلاقيني في كل مره بتقابلني بسمعك باغاني شاديه. وعبد الحليم وانا وما مره هتلاوعني، ولا احس انك ملاوع او فلات او لئيم، هتلاقيني في ثانيه بقى وتلاقيني اشقي موسم. يا حبيبي بكره تتعلم. ايه رايك في القصائد اللي سمعتها؟ حلوه جميله. الشاعره مهداء مجدي وقصيده بعنوان الفاجوني. شعب رافض تسويق مهما قالوا، هددوك او هددوني، الفاجوني متفرح، الفاجوني متفرق كلمة حلوة، فرحة دايما في قلبي على حسن همومي. الفاجوني برد وقال وسط اليهود، ده لما فكروا جوه ارضي ويسجنوني. الفاجوني الجدعنة ويا الشهامة وضربة قاطية ضحمان اللي يكلموني. الفاجوني عين تصلح كل غلطة بنظرة حتى في لحظة أسقط من هدومي. الفاجوني ردودي على مواضيع كتير فيها شيء يطقاه ظنوني. الفاجوني حقيقة واضحة، الكذبة خايبة من زمان بيها أقنعوني. الفاجوني قاموس معايا بكلمة واحدة هي حقي كسرة للي يخوفوني. الفاجوني بتعرف إيه عن الفاجوني؟ الفاجوني كناية صعبة واللي مهما فيها اوصف كل كلمه تحيروني. هي دي الاجابه يعني، ولا صوري عجزه توصل حتى هم جملوني. طب اعيدك فيه مره للاسف، يمكن انتوا تفهموني. مش هطول بس اعمل ايه، ده لازم اني اقول. يبقى مين هو الفاجوني؟ هو ده يبقى الفاجوني. أعتقد إن كلنا مشتاقين إلى سماع مختارات من قصائد عم أحمد. صراحة مش هرحمكم، أنتوا كل ما أعمل حركة تضحكوا وتعملوا لي. أنا هقول لكم قصيدة كنت بخاف أقولها، دي كتبتها وأنا نايم، كتبتها في الدرج بتاع الترابيزه اللي انا المسؤول بتاعها ده، انا مشيت وجاي بعد سنه وبعد صاحب البوله قال لي انت سايب عندي شعر في صوره البولي. فجيت قعدت قريتها ما عرفتش اقرا فيها كلمه، بس بقى استحمله لانها طويله. الليل ملاح
ليه الفلاح تايه سواح لا بيوصل شط ولا بينساه؟ الليل مشحون اطرار مشحون والم وندم وكساد وليات ودموع وغارات وعبر وحكم. مشيت في الليل خذلان مكسوف بكمين من الليل عريان مكشوف افراح الناس وجراح الناس على صدر الليل على ايد وصفوف وعيون الليل والضلمة الدال فرشين على وش السماء غربان الماض مبدور في كاسات بالنور يفرش بالنور على الارض عيان وبشوف بسكون الكون مربوط وندم فنان سايب مخنوق وعليل على فرشه بيخلي ويحايل جرب المداري ويقول يا طبيب قلبك طيب اسمعني هقول لك اسراري لو شلت الشكوى على لساني ورميتها قريب ما تكونش جراحي الماني ابدا يا طبيب انا دقت الجرح وخدت عليه مسكين المر وبرضه سقيه من بحر الصبر اللي في قلبي هتقولي بتشكي امال من ايه ولا من اوجاع ولا شوق بمتاع ده انا عمري وضاع مش حجي عليه ابدا يا طبيب يا طبيب ده انا جرح ملوعني وسقيني الحمضه من كاسي والنار في ضلوعي بتلسعني وانا لسه صغار والعيا قاسي ولا عمر الليل مره سمعني عديت الاه على انفاسي ابدا يا طبيب لكن يا طبيب انا بدي صحيح بقول الاه ده زي المناريح ودموعي في عيني بتتكلم وبتتقلم على قلب جريح مسكين كان امل يحب سنين ويلم الحب في عشه اتنين واتهنى معاه ويتقالم اه انا اقول له يا روح القلب قريب بس انا لا بودي ولا بيدي لا قدر مقسوم اقدر لحبيبي يعيش بعد الهوى مخروب اهو ده اللي جه وجعني وخلاني حطيت الشكوى على لساني انما وحياتي اللي قسيته وحياتي الامل اللي بنيته وحياتي القلب اللي جرحته ولا فرحت معاه ولا هنيته لو شفت الشكوى على لساني ورميتها قريب ما تكونش جراحي قلباني ابدا يا طبيب. وينام الصوت والكون حواليه ساكن نعسان وكأن الموت لما تغلو عليه سكت العيان. الكاس له ناس والناس مزاجات والحان مليان الكاس له ناس والليل مجالات والحان مليان والناس مزاجات ومجال الكاس اشكال الناس مليان حواديت مليان روايات ونزول بالليل دنيا الخمار ونلاقي الكاس على الناس دوار ويموت الليل على باب الحال هيخش ازاي في دنيا نهار وقلوب ونفوس كده على المكشوف قريانة تمام وتعالى نشوف شوف ده اللي هناك قدامه كاسين مع ان الواحد ما هوش اتنين كتير بيبصوا مش فاهمين الكاس ده لمين والكاس ده لمين اهو ده اللي بنظمة عين شبكوه وبتوه الكاس مليان وبتوه حكايته طويلة وهموت كتير وهقول لك ايه وقاعد لك ايه راح يملى عيونه بحلم جميل بياع السلك بلاله وترن بجو الحال الحال مشوانة تخلي جوري يبص وغزالك تتغزل في حصان وتقول له احبك انت وبس وتنزهنك سيدنا المرضوم ويطب الكاس في ايديه مكسور ويقول خدش حاجه هتلعب بيك يرد التاني عليه دكتور طب وانت بتاع عن نفسك ليه؟ ايش يا ابن سعيد؟ اقول لك ايه؟ وبنقول يقول بص عندك خد والسهل اللي يضحك لما يضحك ويحط البشر يعنيه في الارض وكانه لحق في الدين والفرس ويقوم يتطوح مره يمين ويميل زي بخ شمال وفي نوف الليل يغرق مسكين فيغير حياته الشارع نايم تحت جناح الليل همدان وعيون النور تعبانه بتنعس على الاندام
والكون ملفوف بعباية نسجها الليل بالخوف وبحر الضلمة رأيت على لون شبح إنسان. حققت بعيني لقيتها يمامة وكسرة طوق كرابيج الليل نقشبها راح من تحت لفوق للأسف عينيه أو صح الشقة كل حواليك حواليك ملهاش علاقات بحقوق ليالي الشوق نسيت ويا بيت عن كلمة سلام سلامين. أنا قلت لوحدك ليه يا حمام وأجيبك فين فينك بالليل وين والرعب خليك يا حمام عايش في الحب شال الملاح حط على الملاح خد مني الليل وداني الليل ورميت له وداني بتاع البهيل وسقاني الشهد ودقت الويل وكساني حرير ولبست حرير وعرفت الناس من راس للليل وامنت بإذن كل عبيد وقفتها وطارت في ثواني وانا شارد وخيالي يصور وما مزمت شكل صحاني ولقيت الكوه الباب ينور وصحيت ولقيت سرحاني على طول البوم الله اكبر. هي لما تقيلة انا عارف بس متعبة يعني حواديت غريبة يعني. طب انت عملت له ايه بكلمة؟ البتاع يا استاذ البتاع البتاع يعني فتحت البتاع يعني فتحت البتاع بضحك على مقفول لأن أصل البتاع واصل على موصول فأي شيء في البتاع الناس تشوف على طول والناس تموت في البتاع فيبقى مين مسؤول؟ وإزاي هتفتح بتاع في وسط ناس بتقول بأن هذا البتاع جاب الخراب بالطول لأن حتة بتاع جاهل غبي مخبول أمر بفتح البتاع لأنه جاب الطول. وبعد فتح البتاع داموا الهوى المنقول لك شوشوش البتاع وهد كل أصول وفات في غيط البتاع أمسمم المحصول وخلى لون البتاع أصفر عظيم هزول وساد لون البتاع ولا علة ولا معلول طبعا هذي تبع البتاع فالحق عن مقتول والجهل زاد في البتاع ولا مقرن ولا منقول والخوف سرح في البتاع خلى الديابة تصول يبقى البتاع في البتاع الناس طريقها تقول ومحد هذا البتاع يقولون مش مخبول وناس تعيش بالبتاع وناس تموت بالفول وناس تنام على البتاع وناس تنام كشكول والآلي اللي جابوا البتاع جاب الخراب مشمول لأن حتة بتاع مخلب لراس الغول باع البتاع بالبتاع وعشان يعيش على طول عين حرس بالبتاع وبرضه مات مقتول.